ملاعب غريب عضنا اليوم على جهاز ايدول، وهو عبارة عن روبوت تعليمي لتعليم الاطفال بعض المصطلحات والمسائل الحسابية باللغة الانجليزية، يتوفر باللون الوردي واللون الابيض. الجهاز جدا رائع ومفيد. طريقة تشغيله من الزر الخلفي مثل ما احنا شايفين، يمكننا ربطه على المايك او الجوال. نشوف مع بعض على المايك للتحدث مع روبوت. I am Idol. Lovely Idol. Let's play. How are you? How are you? Nice to meet you. Kiss me. I will be shy. أيضا يستجيب مع اللمسات. Oh, who is patting my head? What a naughty kid you are. نشوف مع بعض بعد ما نربطه بالجوال. Hi, I am Idol. Lovely Idol. Let's play. نحمل التطبيق، تطبيق الايدول على يدعم اجهزه الاي او اس واجهزه الاندرويد. واجهه التطبيق خيارين، الاولى محاكاه، الثاني للتعليم. نشوف المحاكاه. ومجرد رفع الى الاعلى نشوف رده الفعل على الريبورت. ايضا يحتوي على العديد من الايقونات. نشوف مع بعض الالات الموسيقيه. نشوف الخيار التعليمي يحتوي على بعض المصطلحات الانجليزيه، استجابة الروبوت. Hi. Can you find the letter W in the below? Please drag it into the basket. Congratulations! The answer is right. شوف العمليات الحسابية. Five. أيضا عمليات الجمع أو الطرح. Two plus four is six. أيضا من خلال الروبوت ممكننا وصله عن طريق أجهزة الكمبيوتر لتحميل القصص العربية والقرآن الكريم. ملحقات الروبوت، كتيب لتعليم استخدام الروبوت باللغة الإنجليزية، وكابل الميكرو ممكننا أيضا ربطه بالكمبيوتر. للطلبة أعزائنا الكرام، زيارة معرضنا في المدينة المنورة أو زيارة موقع عجيب غريب على الإنترنت والشحن مجاني لجميع مدن المملكة.